بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما وعدتكم وقلت لكم آنفا أنني سأتكلم في مسألة وهذه المسألة يطرحها الكثير من المرضى المصابون بسحر ومس ومصابون بمرض عضوي مثل مرض السرطان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يعافي أصحاؤهم فتجد راقي الخرافة والدجل الذي يحاور ويستعين بالشيطان ويستخدم الشيطان في الرقية تجده يدندن حول هذه المسألة كثيرا ويدخل الكذب والبهتان في نفوس المرضى المساكين ويصنع تمثيلية أو مسرحية مع ذلك الشيطان المتلبس بتلك المريضة أو المريض على أساس أن هذه المرأة كان بها سرطان أو كان بها ورم موجود في الرأس أو في الرحم أو في الثدي أو في الجسد فلما ذهبت إلى الطبيب رأته في الأشعة ثم بعد الرقية بعدما رقاها هذا المخرف الدجال وبالخصوص أولئك الرقاة رقاة الخرافة والدجال رقاة المغرب الذين يصدرون الخرافة والكهانة والدجل والتنجيم هؤلاء هم الذين يكذبون في هذه المسألة كثيرا فيقول ذهبت إلى الطبيب وجدت الورم وعندما جاءت إلى الراقي المخرف الدجال اختفى الورم فكيف يكون هذا الأمر؟ يعني كيف يكون هذا الأمر وكيف يحدث عند هذا الراقي المخرف وفي نفس الوقت هل هذا حاصل أم لا؟ أولا ليعلم الجميع بان السرطان والطاعون وهذه الامراض الخطيره يحدثها السحر والمس وقد جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الطاعون وخز اعدائكم من الجن، وخز اعدائكم من الجن وهو حديث صحيح صحه الكثير من العلماء ووخز الشيطان أو الجن يختلف عن وخز الإنس فوخز الإنس يكون من خارج الجسد إلى داخل الجسد. أما وخز الشيطان الجني يكون من داخل الجسد إلى خارج الجسد. يعني وخز الشيطان الجني يكون من داخل الجسد وهذا ما يسبب الأورام ويسبب الأمراض الخطيرة الموجودة داخل الجسد. فالراقي المخرف دائما يدندن حول هذه وبخصوص رقاة المغرب أن المريض كان به ورم ثم اختفى كيف اختفى؟ هو يختفي عن طريق الحوار وعن طريق الاستعانة والاستغاثة واستخدام الشيطان أثناء الرقية فإذا بحثنا ودققنا في الأمر نجد الذي فعلا أحدث الورم وأوجده هو ذلك الشيطان المتلبس بالمسحور. هو ذلك الشيطان المتلبس بالمسحور، هذا إن وجدنا فعلا الورم ورأيناه حقيقة في الأشعة، من الذي أحدثه؟ أحدثه ذلك الشيطان اللعين الذي كان يتلبس بذلك المسحور، فإذا ذهب ذلك المسحور الى ذلك الراقي المخرف الدجال الذي يحاور الشيطان ويسادق الشيطان ويطلب منه الاعانه وهذا فعل السحره والكهنه يختفي الورم لماذا يختفي الورم؟ يختفي الورم لان هذا الورم احدثه ذلك الشيطان نفسه المتسلط على المسعور يستطيع ان يخفيه كما احدثه يستطيع ان يخفيه وساضرب لكم مثلا، وقد تكلمنا عن هذه المسألة والنقطة ووضحناها توضيحا جيدا، المسحور أو المسحورة المصاب بسحر وفي نفس الوقت مسلط عليه الشيطان جني، عند عملية الاستفراغ بعد مدة من الزمن، يبدأ يستفرغ من جسمه عن طريق الفم أمور لا تدخل في العقل. وأمور أصلا لا يستطيع أن يأكلها الإنسان مثل المسامير وقد يستفرق موس وقد يستفرق خنافيس أو يستفرق ديدان وقد يستفرق شعر وأحيانا يستفرق ماء نجس أسود كثيرا وبكمية كبيرة ولو شربه حقيقة لا بمرض خطير وقد يستفرغ حشرات تتحرك حية وقد يستفرغ طعام لم ياكله منذ سنوات فهذه الامور قد بينا في مقاطع فيديوهات وفي دروس مفصله موجوده على القناه قناه الراقي ابو عائشه الاثري الجزائري بينا بان الذي ياتي بها والذي يدخلها هو ذاك الشيطان اللعين المتسلط على المسحور هو ذاك الشيطان اللعين المتسلط على المسحور واعطينا لكم بعض الادله من بينها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد يأتي الإنسان في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يهيئ أهله له الفراش ويريد أن ينام قد يجد شيئا، قد يجد شيئا في فراشه فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفض الفراش قبل النوم قد يجد شيئا قال فإن وجد شيئا فلا يلومن أهله فإن الشيطان وضعه فالشيطان يستطيع أن يضع الشيء باذن الله سبحانه وتعالى فهذه الامور التي خرجت ادخلها الشيطان اللعين في عالم غيبي لا نستطيع ان نصفه ولا نستطيع ان نبينه لانه داخل في علم الغيب هل نقول كيف يدخل الشيطان هو يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل لكن كيف يدخل وكيف يجري داخل العروق ومع الدم علمها عند الله سبحانه وتعالى او اين يمكث داخل الجسم أو أين يستقر داخل الجسم أو ماذا يفعل في داخل الجسم هذا أمر غيبي يعلم به الله سبحانه وتعالى فلا نستطيع أن نتكلم إلا عن أمر جاء مؤكد بحديث صحيح من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما نقول بأن الشيطان يبيت في خيشوم الإنسان بأنه في حديث صحيح إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت في خيشومه فهذا حديث نستطيع أن نقول بأن الشيطان يبيت في خيشوم الإنسان أو نقول بأن الشيطان يبول في أذن الإنسان لكي لا يقوم لصلاة الليل أو لكي لا يقوم إلى صلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل من بال الشيطان في أذنه فالأشياء التي نتكلم فيها هي التي فيها نصوص شرعية صحيحة من عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، اما الامور الغيبيه فلا نستطيع ان نتدخل فيها بشرح او بتوضيح. المهم قلت هذه الاشياء يدخلها الشيطان وهذا واضح لان الانسان لم ياكلها وايضا ماده السحر التي اكلها الانسان قد تكون عباره عن قهوه، تكون عباره عن طعام، تكون عباره عن خبز، تكون عباره عن فاكهه. فكيف تحولت هذه الفاكهه او الخبز او الطعام إلى مسامير وإلى موس وإلى صوف وإلى شعر وإلى أمور وأمور وأمور، هذا لا يعقل هذا لا يعقل فالأمر أن هذه الأمور أدخلها الشيطان اللعين، أيضا الورم يحدثه الشيطان يحدثه الشيطان في جسد الإنسان، فإذا حاوره ذلك الراق المخرف الدجال واستعان به ويدخل هذا الأمر في باب الاستدراج ويدخل في باب الاستمتاع الشيطان يخفي ذلك الورم من الجسد كما ادخله يخفيه، لماذا يخفيه؟ لماذا يخفيه؟ يعني قبل ان ياتي المريض الى الراقي المخرف الدجال كان الورم موجود، لكن بعدما ذهب الى الراقي المخرف الذي يستعين بالشيطان ورجع الى الطبيب لم يجد الورم، الورم اخفاه ذلك الشيطان الذي احدثه بنفسه هو الذي احدثه كما بينت لكم لماذا يخفيه؟ يخفيه من باب الاستدراج يستدرج المعالج المغفل الدجال المخرف ويستدرج الذين يأتون إلى ذلك المعالج ويطلبون عنده العلاج هذا من باب الفتنة يفتن المعالج لكي يضيع ويدخل إلى باب الكهانة والدجل ويدخل إلى باب التعاون مع الشياطين وباب الاستعانة بالشيطان وباب استخدام الشيطان كما نرى الآن الكثير والكثير من الرقاة المغرب رقاة الكهانة والدجل تجدهم يحاورون الشيطان بالساعات والساعات بل حتى أنهم يستخدمونهم ويقولون بأن عملية جراحية وقعت للمريض المسحور عن طريق الجن ونجحت المئة بالمئة كما ذكرها الكثير والكثير من المرات راقي الخرافة وراقي الدجل الراقي ربيع نعيم في مقاطعه الكثيرة والكثيرة فالشيطان يستدرج المعالج لكي يدخله الى باب الكهانه والدجل، وايضا يستدرج المرضى الذين يذهبون الى هذا الراقي لكي يعتقدون بان رقيته شرعيه. وهي رقيه ليست شرعيه، ليست الرقيه هي الاستغاثه وهي الاستعانه والحوار مع الشيطان واستخدام وتعامل مع الشياطين، هذه رقيه غير شرعيه، فلما يختفي الورم ويزول بدون عمليه جراحيه وقد قال له الطبيب س نفعل لك عمليه جراحيه بعد يومين لكن لما ذهب الى المعالج اختفى الورم فلا يحتاج الى عمليه جراحيه فاكيد ذلك المريض ومن راه ومن سمع عنه ومن عرفه لما يسمع بانه ذهب الى الراقي الفلاني قد اختفى منه الورم السرطاني ماذا يقول يقول هذا هو الراقي الشرعي وهذا هو ولي الله الصالحين وهذا هو الراقي المستجاب له الدعاء وهذا هو الراقي الذي يصل اليه لا يصل اليه حتى راقي ولو تكلم فيه العلماء وحذر منه العلماء وبينوا بانه راقي كهانه وضلاله ودجل وانه كهان او ساحر والعياذ بالله فيصبح في معتقد الناس لما يروا هذا الامر ويروا هذه التمثيليه وهذه المسرحيه من ذلك الشيطان اللعين المتسلط على المسحور يصبح عندهم اعتقاد جازم بان هذا الراقي رقيته شرعيه ولو كان يسب الدين ولو كان يفعل الكفريات في الرقيه والعياذ بالله، لماذا؟ لأن الناس أصبحوا يؤمنون بالملموس، أصبحوا يؤمنون بالماديات، أصبحوا يؤمنون بالأشياء الذي يرونه بأعينهم ويردون الأمر الغيبي ولو كان من الكتاب والسنه، فلذلك أصبحوا مفتونون والعياذ بالله بهؤلاء الرقاة وهم أمامهم يفعلون المناكير ويفعلون الذنوب ويفعلون المعاصي. واعظمها الكهانه والدجل والخرافه والتنجيم والعرافه وامور وامور لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى وهي خطيره جدا في باب الاعتقاد، فاذا ذلك الورم السرطاني الذي يحدث للمسحور احدثه ذلك الشيطان المتسلط عليه وهو الذي يخفيه بدون عمليه جراحيه من اجل ان يجعل ذلك المريض يعتقد اعتقاد جازم بان هذا المخرف رقيته شرعيه ورقيته صحيحه ويفتتن به ويصبح امر الكهانه منتشر كما نراه الان امر الكهانه الان منتشر في كل بلد اسلامي بسبب من؟ ليس بسبب السحره الاصليين ولا بسبب الكهنه الاصليين بل بسبب رقاة الخرافه والدجل هؤلاء الرقاة الذين يحاورون الشيطان ويستعينون به ويستغيثون به ويستعملونه ويستخدمونه في العلاج مع ان العلماء جلهم حرموا هذه الافعال اللجنه الدائمه الشيخ الالباني ابن باز الشيخ الفوزان اللحيدان الشيخ مقبل الشيخ بن عثيمين كل العلماء كل العلماء اي عالم تذهب اليه تجد حرم استخدام الجن والتعامل مع الجن والاستغاثه بالجن والاستعانه بالجن واستخدامهم في العلاج لكن تجد الناس لا ياخذون باقوال العلماء ولا يذهبون الى العلماء بل يتشبثون بهؤلاء الرقاة رقاة الخرافه والدجل للاسف الشديد، فهذا الشيطان استعمل هذه التمثيليه وهذه المسرحيه من اجل ماذا؟ من اجل ان يفتن بها الراقي ويفتن بها الناس الذين يسمعون ويرون ويذهبون الى هذا الراقي راقي الخرافه والدجل، فالشيطان يستطيع الشيطان هو ماذا؟ هو عدو لله سبحانه وتعالى وعنده مخططات بعيده المدى من اجل ان يحارب عقيده الاسلام. وأن يحارب الإسلام وأن يحارب الدين وأن يبعد الناس عن رب العالمين فهو يستطيع أن يضحي بشخص يحدث له ورم سرطاني يظهره للناس ثم يخفيه يستطيع أن يضحي بشخص من أجل أن يفتن المئات والمئات والمئات من الأشخاص فالكثير من رقاة الكهنة والدجل في المغرب يبثون مقاطع فيديو ويتكلم فمنهم من يكذب لأن الأمر أصلا لم يحدث بل هي عبارة عن مسرحيات وتمثيليات من أجل أكل أموال الناس بالباطل وليس فيها شفاء ولا فيها علاج ولا فيها أي شيء بل حتى الناس الذين نراهم يمرون في البث المباشر هي عصابة تعمل مع بعضها البعض نساء ورجالا وهناك لا حقيقة يحدث هذا الأمر فالزمرة الأولى لصوص يسرقون أموال الناس بالباطل بهذه الطرق والزمرة الثانية كهان يسرقون أيضا أموال الناس بينهم بالباطل ويتعاملون مع الشياطين ضد رقية النبي صلى الله عليه وسلم ورقية جبريل ويحاربون بها الإسلام والمسلمين والعياذ بالله فالورم السرطاني الذي نراه في الإنسان ثم يختفي عند راق خرافة أو دجل هذا الورم حقيقة هو أحدثه ذلك الشيطان اللعين المتسلط بالمسحور واخفاه هو الذي اظهره وهو الذي اخفاه، لماذا اخفاه؟ كما قلت لكم واكرر لكم لكي يفتتن الناس بذلك الراقي المخرف الدجال ويفتتن الراقي في حد ذاته ويتمسك بطريقته الا وهي حوار الشيطان والاستعانه بالشيطان واستخدام الشيطان وامر الشيطان بان يزيل ذلك الورم، هذا كله كهانه ودجل، هذا لم يحدث لم يحدث لعمر ولم يحدث لأبي بكر ولم يحدث حتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحدث لأبي ت... لابن تيمية ولم يحدث للصحابة الأجلاء الكبار ولم يحدث للمبشرين بالجنة ولم يحدث للتابعين الإمام مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا غيرهم من العلماء ولا حتى ابن تيمي وابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من العلماء المعاصرين فيحدث لهؤلاء الرقاة رقاة الخرافة والدجل أصحاب الكهانة أصحاب الحوار أصحاب الاستعانة أصحاب الاستغاثة أصحاب استخدام الشيطان في العلاج فالمسألة كل ما فيها عبارة عن مخطط كبير جدا من الشيطان الجني على عقلي الراقي المخرف المغفل الدجال وعلى عقول من يعالجون عند هذا الراقي المخرف، هو الذي يحدث ذلك الورم السرطاني وهو الذي يخفيه قبل ايام من العمليه، لماذا دائما في المقاطع نجد انهم يقولون قد ذهب الى الطبيب الفلاني وقال له عندك عمليه بعد يومين، كل مره يقولون عندك عمليه عندك عمليه عندك عمليه، لماذا دائما الشيطان اللعين يخفي الورم عند الراقي ولا يخفي في بيت المريض دون أن يذهب إلى راقي من أجل الشهرة من أجل الشهرة هذا الشيطان يعمل من أجل إشهار ذلك الراقي المخرف الآن الشياطين يعملون مع هؤلاء الرقاة فهؤلاء الرقاة لم يأخذوا هذه الشهرة هكذا عفويا أخذوها جزافا لا بل وراء عمل دؤوب عمل كبير ليلا ونهار من طرف الشياطين من بينها هذه الخطة هذه الخطة التي يظهر فيها الورم ثم يخفيه عند راقي الخرافة لأنه يعمل معه وخطة أخرى قد ذكرتها لكم مرارا وتكرارا هم أنهم ينتشرون في العالم وينتشرون في الدول وكم من امرأة قبل أن ترى راقي الخرافة رأته في الرؤى في المنام رأته في الحلم يأتيها الشياطين في المنام ويظهرون على أساس أنهم ذلك الراقي الذي لم تراه قط تراه في الحلم بلحمه ودمه وشحمه وعظمه وصورته ويقول لها أنا فلان ابن فلان وعندي مركز في المغرب وأعالج وأرقي فهي تستيقظ صباحا تبحث عن ذلك الشخص الذي رأته في الحلم وإذا به فلان ابن فلان لكي تذهب إليه وهذا عمل وهذا عمل دؤوب يقوم به الشياطين في كل دولة من أجل أخذ هؤلاء المرضى المساكين الضحايا المغفلين إلى ذلك الراقي راقي الخرافة والدجل وامور وخطط كبيره كبيره كان يفعلها الشياطين مع السحره الاصليين والكهنه الاصليين والان اصبحوا يعملونها مع هؤلاء الرقاه الذين يحتسبون على الرقيه الشرعيه وهم بعيدون كل البعد عن الرقيه الشرعيه اذا الورم الذي هو موجود في جسد المسحور او الممسوس هذا احدثه الشيطان المتلبس به يزيله ويخفيه عندما يذهب هذا المريض إلى راقي الخرافة. فهمتم؟ يعني يزيله فلما يزيله لا يعني أن هذا المريض الذي كان به الورم شفي وانتهى أمره، لا، قد يحدث له الورم بعد شهور، بعد ما يختفي ويبتعد عن الراقي، بعد ما يختفي عن الكاميرا، بعد ما يختفي عن البث المباشر الذي يبث. ويراه الالاف والالاف قد ياتيه باورام واورام وامرام، يعني العلاج الحقيقي والصحيح ليس هو حوار راقي خرافه مع الشيطان فيخفي ذلك الورم، لا، العلاج الحقيقي هو اتباع الرقيه الشرعيه وفق مراحل ووفق برامج وجلها واساسها القران والاذكار والادعيه وما ارشدنا اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم من عسل وزيت الحب السوداء والقسط الهندي وماء زمزم وتمر العجوه والحجامه وهذه الامور التي ذكرناها مرارا وتكرارا، فعلاج الورم فعلاج الورم هو بازاله السحر وازاله ذلك المس اللعين الذي أحدثه الورم اذا كان المس المتسلط على المسحور هو الذي احدثه، يجب علينا ان نعرف ويجب علينا ان نفهم. إذا كان هذا الورم السرطاني الموجود بجسد المسعور أحدثه ذلك الشيطان اللعين الخبيث عن طريق الوخز كما قلت لكم سالفا الطاعون وخز أعدائكم من الجن ووخز الجن يكون من الداخل إلى الخارج يكون عبارة عن أورام أيضا فإذا أحدثه ذلك الشيطان المتلبس به عن طريق السحر يزال بإزالة ذلك الشيطان اللعين وبإزالة السحر وإزالة السحر قد بينا لكم مرارا وتكرارا كيف تكون وبالطرق الشرعيه وقد بيناها وبين لكم مراحل العلاج وسنوضحها ونبينها ونكررها من اجل الفائده ومن اجل المعرفه الصحيحه للرقيه الشرعيه باذن الله. اما اذا كان ذلك الورم بدون سحر وبدون مس جاء عن طريق مرض عضوي هكذا ابتلى به الله سبحانه وتعالى ذلك الانسان فهذا يحتاج الى علاج، يحتاج الى علاج ماذا؟ يحتاج الى الدعاء. الرقية أيضا تعالج بإذن الله لأن الرقية من جنس الدعاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالإنسان يضع يده مثلا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم يضع يده على المكان الذي يألم يضع يده على ذلك المكان الذي به الورم إذا كان في الثدي أو كان في الرأس أو في البطن أو في الرجل أو في أي مكان يضع يده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما هذا سبع مرات ويكرر جلسه جلستين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه حتى يشفى اذا قال هذا الدعاء باعتقاد جازم كما قاله عثمان عمرو بن العاص لما قاله قال لم اعد اشتكي منه ابدا فالانسان اذا قاله بتيقن وقاله باخلاص وقاله بيقين وقاله بمتابعه وقاله بإذعان بإذن الله سبحانه وتعالى أي مرض كان موجود في الإنسان والله وبالله الله يزال بإذن الله سبحانه وتعالى، المهم يقوله بإعتقاد جازم وبتوجه وبخشوع وبتدبر وبرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا وسيزول بإذن الله سبحانه وتعالى، يبدأ بهذه الرقية وبهذا الدعاء ثم يتبع الاسباب الطبيه التي تعالج هذا الورم من عقاقير ومن اعشاب ومن عمليه جراحيه ومن لان الشرع لا يعارض الطب لا يعارض الطب ابدا الشرع مع الطب الحديث فالطب الحديث ان وجد فيه فائده ووجد معه الشفاء يهرول ويسارع اليه لان الاسلام يامر به لانه سبب شرعي باذن الله سبحانه وتعالى ولا يذهب الى رقاة الخرافه والدجل لكي يزيلون عنه هذا الورم لانهم لا يستطيعون ازاله الورم، لا يستطيعون ابدا ازاله الورم الا عن طريق الشرك وعن طريق الخرافه والدجل وعن طريق البدع والكهانه بشرط اذا كان الشيطان الذي يتسلط عليه هو الذي احدث ذلك الورم، فاذا لم يكن ذلك الشيطان هو الذي احدث الورم لا يستطيع اي شيطان إن كان ازاله ذلك الورم ابدا ابدا، الذي يزيل الورم الشيطان الذي احدثه ووضعه هو الذي يزيله باذن الله سبحانه وتعالى لانه يخفيه يستطيع ان يكون سببا في ايجاده ويستطيع ان يكون سببا في ازالته، لماذا؟ لانه هو الذي اوجده باذن الله سبحانه وتعالى، اما اذا كان هناك ورم هكذا جاء عن طريق مرض عضوي من عند الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الجن ان يزيله ابدا، فيقول انا اذهب الى راقي وذلك الراقي هو الذي يتعامل مع الجن وهو الذي يزيله بالرقية فهم يكذبون فهم يكذبون عليكم والله العظيم لا يزيلونه أبدا حتى ولو استعانوا بالشياطين فأولئك الشياطين لا يزيلونه يزيل الذي كان سببا في إيجاده عن طريق السحر وهناك أوران تحدث بسبب السحر فيحاول أن يركز على العلاج بالرقيه الشرعيه النبويه التي جاءت عن طريق الوحي وجاءت عن طريق الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهي دعاء وهي دعاء دعاء وستزال الاورام باذن الله سبحانه وتعالى وساعطيكم مثال مثل لدغ العقرب لدغ العقرب الان اذا لدغ الانسان عن طريق عقرب يستطيع ان يذهب الى المستشفى ويأخذ الحقنه التي تعالج اللدغ لكن هناك رقيه للعقرب، هناك رقيه للعقرب، رقيه عبد الله، رقيه ابي سعيد الخضري، انه كان يقرا الفاتحه ثم يجمع بزاقه ثم يتفل على مكان اللدغ، وهناك حديث اخر بانه وضع في مكان اللدغ الملح، فشفي وقام وكان من عقال، يعني شفي ولم يكن به قالبه، يعني لم يكن به مرض، في هذه الرقيه الشرعية لازالة السم الذي جاء عن طريق العقرب وفي نفس الوقت يستطيع ان يذهب الى المستشفى ويأخذ الحقنة التي تزيل السم، فنحن لا نقول له لا تذهب الى المستشفى حاشا، لا، نحن نقول له افعل الرقية بيقين وباعتقاد جازم وبتوجه كبير الى الله سبحانه وتعالى وبإخلاص وسيزيل السحر وفي نفس الوقت اذهب وخذ السبب الثاني ألا وهو الحقنة التي تزيل السم أيضا إزالة الورم إزالة الورم أيضا إذا كان به أورام سرطانية داخلية لن نقول له اذهب إلى رق الخرافة وهو الذي يزيل عنك السحر عن طريق الجن أو عن طريق آه تلك الخرافات والبدع والضلالات التي يقرأها وكأنه يقرأ القرآن وهو يردد كلمات قد تكون شركية والعيد بالله كما نرى فعل رقاة الكيانة والدجل في المغرب بكثرة لا نقول له أنت ارقي نفسك واقرأ القران وادعو كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل العسل كما قال تعالى فيه شفاء للناس. هناك عسل يزيل الامراض الداخليه الباطنيه باذن الله سبحانه وتعالى، استعمل ما ارشدك اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم من ادعيه ومن صلاه ومن خشوع ومن بكاء ومن تضرع الى الله سبحانه وتعالى لكي يزيل عنك هذا المرض لانه هو الذي اوجده سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت خذ الاسباب الاخرى الا وهي من الدواء الطبي والعقاقير الطبيه والاعشاب الطبيه والعمليه اذا استدعت ان تكون عمليه جراحيه، فلا يذهب الى راقي خرافة ويبقى عنده ويقول له لو انا ازيل عنك هذه الاورام، كيف يزيلها سبحان الله؟ لا يستطيع ازالتها الا اذا كان الورم احدثه ذلك الشيطان المتسلط عليه. وايضا اذا استعان به راق الخرافه فراق الخرافه يستعين بالشيطان لازاله او اخفاء ذلك الورم ان وجد فعلا وهذه الاستعانه اصلا هي شركيه اما اذا كان ذلك الورم ليس بسبب ذلك الشيطان المتسلط عليه عن طريق السحر فلا يستطيع لا الراقي ولا اي احد ازالته يزيله الله سبحانه وتعالى عن طريق الاسباب الشرعيه الرقيه الشرعيه والدعاء والكلمات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة وفي الآثار الصحيحة وهذا ما أردت أن أنبه عليه وأن أبينه لإخواني لكي لا يغتروا برقاة الخرافة والدجل وبكذب رقاة الخرافة لأنهم يفعلون هذه الأفاعيل لأنهم يعملون مع الشياطين ويستعينون بالشياطين ويستغيثون بالشياطين ويستخدمون الشياطين لإضلال الناس وإبعادهم عن الرقية الشرعية الرقية الحقيقية إبعادهم عن العلاج بكلام رب العالمين من لم يشفيه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ووالله وبالله وتالله وأعيد ووالله وبالله وتالله لو تضع يدك على الورم السرطاني بيقين وإخلاص وعبادة وتدبر وخشوع وانابه وبكاء وتوجه الى الله يا رب العالمين وتدعو الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع والله يزال باذن الله سبحانه وتعالى لان هذا جاء في عده ايات قرانيه وجاء في احاديث نبويه وفي نفس الوقت كما قلت لكم ياخذ الاسباب الطبيه قد تكون هناك اعشاب لا نعرفها تزيل السرطان في الطب البديل هناك حقن هناك ادويه عند الاطباء تزيل السرطان فلا يتوقف عند الدعاء ويقول انا ادعو وادعو وادعو، نعم انت تدعو وتدعو وتدعو، النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اصيب بالم شديد في راسه ماذا كان يفعل؟ كان يفعل الحجامه، كان يفعل الحجامه والحجامه طب روحي طب رباني وطب نبوي وفي نفس الوقت طب يفعله الكفره ايضا وكانت تفعل في اليونان وكانت تفعل عند الرومان وتفعل في الصين وكذا فنحن نفعل الطب الروحي وفي نفس الوقت نفعل الطب المادي لهذه الامراض العضويه التي تظهر على بدن الانسان ولا نتوقف عند الدعاء ندعو وندعو وندعو وندعو, وندعو حتى ياتي الشفاء وفي نفس الوقت ان وجدنا شيء يزيله عن طريق العقاقير او الاعشاب او عن طريق الامور الطبيه ايضا ناخذه لانه اصلا من الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن نفعل هذه النصائح وهذه الوصايا وهذه الدروس لارشاد الناس لارشاد الناس ولتعليمهم الرقيه الشرعيه الصحيحه. التي جاءت عن طريق الكتاب والسنة كل خير في إتباع من سلف وكل شر في إبتداع من خلف الآن رقاة الخرافة والدجل أخذوا أماكن السحرة وأماكن الكهنة وأماكن المنجمين وأماكن العرافين فهؤلاء الآن أصبحوا هم السحرة وهم الكهنة فلا تغتروا بالكثرة الذين يتابعونهم والذين يسبقون لهم ويطبلون لأن أولئك الذين يتابعونهم إما أنهم ضد الرقيه الشرعيه وضد العلماء ويسبون العلماء ويكفرونهم مثل هؤلاء الرقاه الجهله واما انهم يجهلون الاحكام الشرعيه ولا صله لهم بالكتاب ولا بالسنه ولا صله لهم بالعلم الشرعي، يعني مغلوب على امرهم مساكين عوام لا يعرفون العلم فوجدوا هؤلاء فلما راوا هؤلاء ووجدوا هؤلاء الناس يتابعهم الآلاف والآلاف والآلاف يغتروا بهم. بهم مثل ما وقع لأشعب سأقول لكم نكتة قيل بأن أشعب مرة مرة فلما مر وجد أطفال يلعبون في الشارع قال لهم يوجد في المكان الفلاني طعام قال لهم يوجد في المكان الفلاني طعام فذهب الأطفال يهرولون إلى ذلك المكان فجعلوا فيه طابور يعني لشان فلما رجع اشعب وجد الطابور اصبح طويل جدا يعني وجد طابور كبير فيه الكثير من الناس فسأل فقال لهم ماذا يوجد هنا قالوا يوجد طعام فدخل في الطابور يعني الكذبة كذبها أشعب فلما وجد كثرة الناس وكثرة الأتباع وكثرة الاشخاص الموجودون في ذلك المكان الذي هو أصلا كذبة من عنده صدق الكذبة التي كذبها هؤلاء هم الرقات أصحاب الخرافة والدجل لما فتحوا مقاطع الفيديوهات وفتحوا القنوات في اليوتيوب وفتحوا الصفحات في الفيسبوك ووجدوا الناس يهرولون خلفهم ويجرون وراءهم ويصدقونهم هم في حد ذاتهم كانوا يعلمون بأن هذه كذبة وأن هذه ليست طرق الشرعية بل عمل السحرة والكهنة فأصبحوا يصدقون بأنهم على صواب وأصبحوا يصدقون بأنهم هم أصحاب الحق أما العلماء الذين فضحوهم وبينوا عوارهم وبينوا ضلالهم وبينوا كهانتهم اصبحوا يسبون العلماء علنا الكثير من رقاه الخرافه يسبون العلماء بل يكفرون العلماء بل يطعنون في العلماء بل ينفرون من العلماء لذلك تجد اتباعهم لا يتبعون العلماء ولا يعترفون بالعلماء ولا يقدرون العلماء فلذلك نحن ننصح المسلمين والمسلمات ننصح ونوجه الى الطريق باذن الله الصحيح ونوجه الى الرقيه الشرعيه التي جاءت عن طريق الكتاب والسنه ونحذر من هؤلاء الرقاة مصاصي الدماء اكل اموال الناس بالباطل الذين حرفوا الدين وحرفوا عقيده اهل السنه والجماعه في باب الجن والشياطين وحرفوا وجعلوا الناس يعتقدون بان الرقيه الشرعيه التي جاءت حتى اصبح الناس يعتقدون بان الرقيه هي عباره عن حوار واستعانه واستغاثه واستخدامه للشيطان في الحقيقة هذه الأمور ليست في الرقية الشرعية ولا صلة لها بالرقية الشرعية لا من قريب ولا من بعيد بل هي صلتها ومنبعها وأصلها من عند السحرة والكهنة والمنجمين والعرافين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته